السلام عليكم لي مع وصفاتهم وليتكم بهذا الوصفه تاع الصيف توالم العطله. دراري قاعدين في الدار، دي دونات ساهلين ماهلين، مقادير اقتصاديه وما يجوش شاربين الزيت. بهذه الكراسه الشوكولا ولا اروع. يلاه معايا باش نشوفوا كامل الطريقه كيفاش حضرناها. بالنسبه للعجينه، واش راح نحتاج في العجينه؟ راح نحتاجو كاس تاع الحليب دافي، 3 مغارف كبار تاع السكر، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، بيضة كاملة، حوالي ربع كاس تاع الزيت، الفرينة باش نلمو العجينة، لافاني والملح. إذا نبدا بالطريقة، أول حاجة نبدا بها أني ندير هذاك الحليب الدافي هو الأول. إذا نديرو كاس تاع الحليب، ندير معاهم هذاك السكر والخميرة تاع الخبز. دائما الحليب يكون دافي باش الخميرة هكا تتفاعل لنا. ندير معاهم ربع كاس تاع الزيت، يعني وصفه للسريع مع الحشيه مع راهي سخانه، يعني تم توجد لنا. تقدري تعوضي الزيت الزبده تكون دايبه. اذا ندير معاهم مغرفه صغيره تاع لافاني، كما تقدري تنسمي الخليط تاع قشور تاع البرتقال ولا تاع القارص اذا كان عندك متواجد. ندير لهم قريصه تاع الملح، نبدا باش نعدلو قطع، وندير البيضة كاملة ونخلط كلش مليح، يعني حتى يتجانسلنا الخليط. من بعد ما نخلطو لي مليح، ندير كمية تاع الفرينة، يعني مادا بينا دائما نطبقو هاد العملية في المعجنات. نبدا في الأول بالفوي، راني ندير في الفرينة ونخلط مليح بالفوي، يعني ديري في الأول حوالي كاس تاع فرينة هو الأول، ونخلطو مليح حتى يتجانس. نزيد شويه، يعني نلمو العجينه تاعنا غير بالعقل. اذا هنا هذه المرحله مهمه، تخلطي مليح بالفوي هكذا العجينه، يعني باش تربى لنا هذاك لو غلوتان تاع الفرينه اللي درناه في الاول، وتجيك العجينه بزاف خفيفه. حتى تلاحظي ان الخيط هذاك تاعك ولا ليس. الان نحي هذاك لو فوي ونكمل نخدم بيدي وندير الفرينه حتى تلم لي العجينه. اذا هنا بعد ما تلمت لي العجينه، نحي كامل هذاك العجين اللي لصق في يدي. لازم تحصلوا على العجينه تكون يعني تتلصق، ما تنشفيهاش بزاف العجينه تاعك. اذا نحي كامل هذا العجين هذا اللي لصق لي في يدي. بعد ما نحيت كامل هذاك العجين، ندير شويه تاع الزيت هكذا باش نلموها. يعني المرحله الاولى تاع الفوي اللي خدمنا بها العجينه مهمه. اذا نلمو العجينه وندلكها حوالي دقيقتين ثلاثة، ماشي بزاف. من بعد نغطي العجينة تاعي بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح وتخمر على الأقل 30 دقيقة. المهم تشوفيها ضعفت الحجم تاعها باش نخدمو بها. من بعد ما خمرت العجينة، المهم خلوها تتضاعف الحجم تاعها. هيا معنا. إذا اليوم راح نطبعها لي دونات تاعنا تاع نهار اليوم، مانيش حبيتهم كبار بزاف. اذا راح ندير هذا الكبر، الكبر انت تتحكمي فيه، وهذه باش ندير الثقوب في الوسط. اذا واش ندير؟ نحكم شويه تاع الفرينه. هنا من الاحسن اننا نستعملوا الفرينه. نحكم هذيك العجينه، اذا نرفدها بلا ما نخسر لها الخمور. نحطها بهذه الطريقه، ندلها شويه تاع الفرينه على الوجه ونفتحها بالحلال، يعني السمك يكون مناسب حوالي 1 سنتيم. اذا من بعد ما فتحت العجينه، كيما لاحظتوا كل مره استعملي الفرينه. اذا نحكم ونطبع العجينه دوائر، ونزيد كل وحده نطبع في الوسط بهذه الطريقه. اذا ها هي الحبه تاعنا،
طبعوها مليح فقط، ونديرها في السنيوة فيها ورق الطهي. علاش هنا استعملت ورق الطهي؟ هكذا باش كي تخمر ما تلصقليش، نفدها بكل سهولة ونقليها. بعد ما كملت عمرت السنيوة نغطيها بطرشو ونخليهم يعاودوا يخمروا. العجينة اللي بقاتي نخليها ترتاح حوالي 5 دقائق، نعاود نفتحها بنفس الطريقة، نطبعها ونخليهم يخمروا. بعد ما خمروا نسخن الزيت ونبدا نقلي مباشره. يعني شوفوا كي نديروا ورق الطهي ما راحش تلصق الحبه، الا لصقت الحبه كي تقليها ما تجيكش طالعه. كيما تقدري ديري كيس بلاستيكي ولا طرشون. الزيت راهي سخونه، ونحط مباشره الحبات يطيبوا، ما راحش ياخذوا الوقت بزاف. كي يتحمروا من تحت نقلبهم بلا ما نرمو الزيت عليهم، رايحين يطلعوا. يعني نقلبهم هكذا باش يطيبوا لنا الجهه الثانيه. تحسي انه النار سخنت بزاف نقصي لها شويه هكذا باش يطيبوا من الداخل بهذه الطريقه، ونبقى عاستهم حتى يطيبوا لنا مليح. يعني شوفوا باش تنفخوا، الله الله هكذا نحبهم منفخين. يعني في الاول كي تفتحي العجينه ما تفتحيهاش رقيقه بزاف. هذه طابت نحيها، نحي كامل الحبات اللي عندي هكذا اللي طيب نحيها. نكمل نقلي كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. تحسي انه الزيت سخنت نقصي النار. اذا نقلي كامل اللي عندي نحمروهم ونقطرهم من الزيت ونعاود نرجع لكم. بعد ما قليت كامل الكميه اللي عندي ها هو واش تحصلنا، يعني كميه ما شاء الله. بعد هنا حكمت شوكولا بالحليب، قطعت قطع صغيره ذوبتها في حمام مائي، ندير لها حوالي مغرفه صغيره تاع الزيت. اذا هنا درت حوالي 200 غرام تاع الشوكولا، ولا ميم با 150 غرام. اذا نخلطها مليح ونبدا نكلاصي هاد لي دونات مع بعض، ونبدا ندير لهم الشوكولا على الوجه فقط. شوفوا الشوكولا بالحليب يعطيها شكل بزاف شباب. اللي يحب شوكولا سوداء بطبيعه الحال يدير شوكولا سوداء، انا اليوم خيرت شوكولا بالحليب. اذا نكلاصي كامل الحبات اللي عندي، كما تقدري ترشيهم بالسكر رطب بالسكر غلاس. اذا ها هما معنا الحبات، نخليهم كامل ندير عندي ونخليهم ينشفوا، من بعد نقدموها. بعد ما درت كامل الشوكولا، هنا عندي شويه شوكولا بيضاء، يعني اختياري ماشي شرط ديري هكذا، يعني فقط انا اليوم حبيت نزيد شوكولا بيضاء على الوجه. اذا نزين الحبات اللي عندي كامل بنفس الطريقه. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده، عملت لنا يعني كميه لاباس بها. نوضوا دوك جهزوها مع السخانه، بالخف تخمر بالخف تقلوها، وها هما معنا. اذا نتمنى انكم تجربوهم، اكيد راح تنال اعجابكم، والتزيين يبقى اختياري. اذا راح نقسم لكم منها حبه هكذا باش تشوفوها عن قرب كيفاش جاتنا. اذا ها هما معنا، جاوا بزاف خفاف لاحظوا، وماشي مزيتين. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، اكيد راح تنال اعجابكم. اذا لاحظوا، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.